في حديث شريف: وهل يدخل الناس النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر أهل النار دخلوا النار بسبب لسانهم. الآن بسبب لسانه، لأنه أفتى بخلاف ما أنزل الله، لأنه صدر أوامر وقال كلمة سببت معارك طاحنة إراقة دماء. يؤتى ببعض الناس يوم القيامة مكتوب في صحيفة أعمالهم قاتل سارق وزاني، يقول: يا رب أنا لا زنيت ولا سرقت ولا قتلت. الملائكة مجتمعين، فعلا في الدنيا لا زنى بنفسه ولا سرق بيده ولا قتل أحدا بشكل مباشر، فيقال له: نعم، لكنك قلت كلمة فاستبيح بها الدم الحرام، واستبيح بها العرض الحرام، واستبيح بها المال الحرام. أحيانا قاعدين مجموعة من الشباب، واحد من عندهم يقوم يبين بطولاته ومغامراته وشلون زنى شلون فعل، واحد يقول: الله ايش كانت عجيب، يشجعك، ما يدري يوم القيامة يكون شريك وياه، لأن شجع على هذا الفعل. هذا اللسان شيء كما قلنا جرمه صغير وخطره كبير. قالوا الواحد بالليل يمر شاف واحد من النساجين يخيط فرد قماش كلش غالي، ويقول أن هذا اللسان الأحمر راح يطير الراس الأخضر. يقرأ ويا نفسه شعر ما معناه أنه اللسان الأحمر يطير الراس الأخضر. أتعجب شو هذا الكلام اللي يقوله، وكأن هذا الرجل كان من السارقين، شاف خوش قماش يخيطه ويسويه، فصار في باله أنه يبقى حتى يسرق هذا القماش من عنده. صار يوم ثاني شاف هذا، طلع شاله وداه وياه، راح وراه دخل على السلطان. هو هم دخل فكروا هذا مرافق له، قدمه للسلطان، شافه شيء جدا غالي. السلاطين ذاك الوقت ما كانوا مثل الآن مليارديرية من أموال الناس، أيضا كانوا يقبلون الهدايا ويحتاجون إلى غيرهم بصفة السلطان، ربما عنده أموال أكثر من غيره. فقدم إليه، شاف القماش شيء ممتاز، سأل من الحاضرين: هذا وين نستخدمه؟ واحد قال تخليه مثلا ستارة في غرفة نومك، واحد قال في غرفة الجلوس، كل واحد قالوا شيء. قال: خل نسأله، هو يوم اللي سوى هذا القماش في نظره أنا وين راح أخليه زين. فقال له: أحسن مكان نخلي هذا قماشك اللي خيطته وين؟ قال: يا صاحب أيها الأمير، أو يا صاحب الجلالة حسب تعبير الجماعة، أنا أعتقد أحسن شيء إذا مات جنابك يخلوه على جنازتك. قال: احرقوا هذا القماش واقطعوا رأسه. مسوي لي قماش ومتفائل علي متشائم أنه أنا راح أموت ويخلون هذا على جنازتي. فتدخل هذا اللي كان بالليل يسمع، قال: بابا هذا من الليل للصبح كان دا يقول اللسان الأحمر يطير الراس الأخضر، هذا مو هالقد ملتفت على لسانه. قال هذا الكلام فأعفو عنه، قال: بس القماش احرقه، القماش اللي جايب لي حتى أخليه على جنازتي مالي. هذا اللسان مهم تهتم به، لأنه قد يحبط عليك عملك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله يزرعوا له شجرة في الجنة. لا إله إلا الله شجرة، سبحان الله شجرة، الله أكبر شجرة. واحد من الأصحاب قال: يا رسول الله إذن شجرنا كثير. شايف الواحد دائما يريد يقول أنا مسوي في العمل زين، عمي مسوي، لا تقول، ليش تقول، بس يريد يبين. ذول من هالنوع من المنافقين كانوا طبعا اللي حول النبي. فقال: إذن شجرنا كثير، يعني أنا هواي قايل الله أكبر سبحان الله والحمد لله. فقال النبي: نعم، إذا لم ترسلوا نارا فتحرقها. أكو شيء إحنا عندنا حبط العمل، حبط العمل مثل واحد يتعب يزرع له مزرعة بعدين يحرق المزرعة، ما يبقى من المزرعة شيء. الأعمال بعضها من هذا النوع، يعطي صدقة ثم يمن. هذا المن على من أعطيت له يحرق صدقتك، ما له قيمة صدقتك. هذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطل صدقتك، أعطيت خلص لله، ليش تمن عليه؟